الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله سبحانه وتعالى يختص بعض الكائنات على بعض، يختصها برحمته وفضله ونعمه وآلائه، فاختار بعض الجبال على بعض، وبعض المياه على بعض، وبعض الملائكة على بعض، وبعض البشر، وبعض الرسل على بعض، وبعض الأنبياء على بعض. وفي الزمن كان الاختيار أيضا، فمن الأشهر التي اختارها الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور شهر رمضان. وشهر رمضان قصه الله بكلامه وبأحكامه وبمغفرته ورضوانه ورحمته وعفوه. شهر رمضان كما نعلم علم اليقين هو شهر القدر، هو شهر الإنسان. فالإنسان بلا قدر لا وزن له في الدنيا، فجعل الله له قدرا خاصا بكلامه، فأنزل القرآن في هذا الشهر. والإنسان بغير القرآن لا وجود له كإنسان، يتخبط في الدنيا تخبط الوحوش، ويهيم على وجهه بلا هدى، ويأخذ من هنا ومن هنا دون جدوى. فهو شهر الإنسان، والإنسان بغير القرآن ليس بإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في هذا القدر الهائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالمسلم في هذا الشهر يذكر حياته بعد مواته، ورفعته بعد حطة، وإيمانه بعد كفر، وطاعته بعد معصية. وكان الإنسان سويا بهذا الكتاب، فهذا شهر الإنسان يتذكر ذلك ليداوم على هذا القدر وليتمسك به. أيها المسلمون، يقول أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل رحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. ينظر إلى تنافسكم، يباهي بكم الملائكة: فأروا ربكم ماذا تعملون، فأروا ربكم ماذا تعملون من خير. والمحروم من فقد رحمة الله في رمضان. أيها المسلمون، شهر رمضان ينبر فيه خير القلوب، والناس تتصور أن الرحمات تنزل والناس كما هي،
وإنما لها أسباب، والإنسان هو السبب في نزول الرحمن. فإذا شاعت الفوضى وانتشر الشر بين الناس فكيف تنزل وعلى من؟ إنها فكرة تداولتها العقول، ينتظرون الرحمات وهم يأكلون ويشربون ويفسقون ولا يطيعون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، أو أغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية زادت: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في هذا الشهر كل ليلة. أيها المسلمون، إنه الشهر الذي تصح فيه العقول وتقوى فيه الإرادة، والأمة التي تصوم في رمضان أمة لا تقهر ولا ترجع القهقرة، وأمة لا تهزم ولا تضام، لأنها أمة علمت كيف تصوم ووثقت من نتيجة الصوم، فكانت على ما خلقها الله تعالى وما نشأها عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحكمة في آخر الآية: لعلكم تتقون. فالصائم الذي يمتنع عن طعامه وشرابه وعن شهوته في سائر يومه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية ويتوالى ذلك، هو إنسان قواه الله بهذه العبادة ومكنه على نفسه الأمارة بالسوء. فالمسلم الذي بين يديه الحلال ولا يتناوله هو مسلم قوي، يعلن للعالم أن أي شيء يتعارض مع إرادتي التي رباني الله عليها لا أفعله ولا أقربه ولا يمسني أبدا. هو مسلم وضع للعالم وأوجد للعالم إنسانا وكائنا جديدا في هذا الكون العريض. أما المسلمون اليوم فالصوم عندهم هو امتناع روتيني لمجرد الامتناع عن الطعام والشراب فقط. ونأتي إلى الحديث الجامع الذي نأخذ منه حقيقة ما نفعل وما نهينا عنه. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية من النار ومن أسبابها من المعاصي. الصوم جنة ما لم يخرقها، أي هذه الوقاية. الصوم جنة ما لم يخرقها. فقيل: يا رسول الله،
وبما يخرقها؟ قال بكذب أو ريبة، بكذب أو ريبة كما جاء في بعض الروايات. فالصائم الذي قال للأكل الحلال لا، وللشرب لا، ولشهوة الحلال لا، هو إنسان يستطيع أن يقول لا للحرام 1000 مرة، لأن الله علمه ذلك وعلمه المراقبة. أما صيامنا الذي نفعله هو صيام يحتاج إلى فهم جديد أو إلى تجديد الفهم وتصحيح الفعل الذي نفعله. الصوم زكاة، زكاة للبدن كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان. فبالله عليكم وأمتنا جميعا في هذا الوضع الذي يدخل عليها رمضان والكل يستعد للصوم، الامتناع هو امتناع في بداية الإسلام والإيمان، لأنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله فامتنعت عن الكفر وعن أي إله من صنم أو حجر أو شجر أو نار، وكذلك امتنعت عن أي إله في نفسك يستعبدك للشهوات والملذات. فكم من صائم يكذب، وكم من صائم يغتاب، وكم من صائم يأكل الحرام، وكم من صائم يغش، وكم من صائم يظلم، وكم من صائم قاطع لرحمه، وكم من صائم يسعى في الفساد، وكم من صائم ينشر الفساد، وكم من صائم يصر على الفساد. إنها علامات أمام الصائم. من أي نوع أنت؟ هل أنت تصوم صوم الإسلام أم أنت تصوم صوم نفس تفعل شيئا أو لا تفعل شيئا وتفعل بعد ذلك كل شيء؟ أيها الصائم القائم القارئ، كذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل أنت صادق أم كاذب؟ وأين أنت من المغفرة؟ المغفرة ليست جزافا، وإنما هو شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الغني، أين مالك في رمضان وفي صلة رحمك وفي فقراء أهلك الذين أتعبتهم الحياة وأتعبهم المرض، وأنت يزداد مالك يوما بعد يوم والفقراء حولك من أهلك أو من جيرانك؟ إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق: وأنفقوا مما رزقناكم. أين الإنفاق؟ الأمر ليس قراءة ببغانية يرددها لسانك وأنت منفصل تمام الانفصال عن تحقيق نور القرآن في أفعالك. أيها المسلمون، وتأكلون التراث أكلا لما، أنت آكل ميراث إخوانك وأخواتك في الدكان أو في الورشة، واغتصبت هذا المال وأنت تنعم به
وتحج وتعتمر وتساهم في مائدة الرحمن. أيها المغتصب اللص، فكر في صومك وامتنع عن ظلمك لأهلك وعن ظلمك للمسلمين حتى تفيق من غفلتك. فالصوم هو امتناع عن كل شر يحيق بك، فأنت المضرور أولا. وكذلك الخصومة التي أكلت عقلك وبدلت تفكيرك وشتتت ذهنك، لما لا تسارع في الإصلاح والصلح؟ والله تعالى يقول: والصلح خير. إذن الخصومة شر، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأنت لا ترحم بخصومتك لأخيك ولابن عمك وشقيقك وشقيقتك وأمك وأبيك، والقضايا التي تعرض في المحاكم بين الإخوة والأخوات والأقارب والجيران وبين أخوة الإسلام، وأنت تصوم وتتعبد وتتبتل. هذه أفعال غريبة، فلا تضحك على نفسك أيها الظالم بالخصومة، ودفعت أموالا في محاكمة الناس، وكم أخذ المحامين بالباطل منك من أجل قضايا أنت تعلم أنك ظالم فيها. أيها المسلمون، يذكر بعضنا بعضا في هذا الشهر، فهو شهر الرحمة لمن رحم نفسه، شهر الجنة لمن سعى إليه، شهر الصحة صوم تصح لمن حافظ على صحته في النهار وفي الليل، لا يسرف في الليل بعد أن صام في النهار. شهر رمضان شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، شهر المغفرة، شهر الرضوان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، أي تنتهي أسباب النار من الكفر والمعصية والفسق والنفاق والرياء والكذب والغيبة والنميمة. وأنت أدرى بنفسك أنت من أي نوع من هؤلاء الناس. فكر حتى يكون رمضان رمضان بر، ورمضان صلة، ورمضان بركة عليك. بعض الناس يفطر في رمضان، فهنيئا لمن صام، فصوم يوم واحد في رمضان لا يعدله الدهر كله. ويقول في ذلك سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان بغير رخصة أو مرض لا يقضيه الدهر كله ولو صامه. إذن نحافظ على صوم يوم واحد بالدهر كله، لا عددا ولا كما، إنما كيفا. كيفا؟ صائم تقي، صائم نقي، صائم صادق، صائم عادل، صائم بار، صائم ذاكر. هذا هو الصوم الذي نحتاج أن نجدد تفكيرنا في الإقبال على الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقبل علينا في رمضان حتى يرحم الأمة، وحتى يخرجها من ظلمات أنفسها وسيئات أعمالها. فارجع إلى الله رجوع صدق ورجوع بر، وصم وأنت مطمئن إذا كنت على هذا الخلق.
والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقوله صلوات الله وسلامه عليه: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، ورمضان إلى رمضان أي كفارة لما بينهما. أيها المسلمون، هذا رمضان جديد، فجددوا فيه الإيمان، وجددوا فيه اليقين، وجددوا فيه الطاعة، حتى نكرم جميعا وتكرم الأمة بأنوار الله تعالى في هذا الشهر الكريم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنتب إلى الله جميعا، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، هناك من الإغراءات ما تشغلكم عن صلاة القيام من الفوازير والمسلسلات وما ينشر عليكم من اللهو، فاللهو لا يجذب قوي الإرادة. فاسعى إلى المسجد وصل التراويح وأكمل صلاتك، هي فرصة العمر. إلى أين تذهب؟ تصلي 4 ركعات وتنصرف بلا عذر، إلى المقهى أم إلى النادي أم إلى اللعب؟ شيء غريب يحدث في الأمة، تترك العبادات والمساجد تبدأ في أوائل رمضان ثم تتلاشى كالبخار، فأبقوا على صلاة القيام ولا خلاف فيها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره 12 ركعة، وزاد سيدنا عمر رضي الله عنه إلى 20، ونحن محتاجون. لو زادها إلى 100 فنحن أحوج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الغريب أن الذين يختلفون في أعداد التراويح لا يصلي كثير منهم التراويح، إنما هو خلاف محض، شهوة من شهوات الخلاف بين الناس. أيها المسلمون، إن الخلاف في صلاة التراويح خلاف شيطاني، فهي نافلة، فصلوا 20، صلوا 30، صلوا 80، صلوا. هذا الخلاف الذي أودى بنا إلى الحضيض، فدب الخلاف بيننا حتى أصبح هو السائد على ساحة المسلمين وساحة الإسلام. في كل بيت أو في أكثر البيوت خصومات بين الزوج وزوجه، أو بين الأب وأولاده، أو بين الأخ وأخيه، خصومات كثيرة. وزالت هذه الخصومات حتى أصبحت خصومات دول، وهذه دولة مسلمة وهذه دولة مسلمة، بل زالت الخصومات حتى أصبحت الدولة الواحدة على أرضها خصومات بشعة أدت إلى قتل بعضهم لبعض، والدماء تنزف في أرجاء أرض الإسلام والمسلمون يتفرجون عليها. فأصبحت أمة الخلاف في كل شيء، في الفقه وفي السعي إلى المناصب والسعي إلى الكراسي في الحكم، كل يريد شهوته، ويقتل الناس حوله حتى سلبت الأرض. ونسعى حثيثا إلى رد أرض فلسطين التي اغتصبت من 50 عاما، وبعدها الجولان، وبعدها
البوسنة والهرس وبعدها الشيشان. الأرض تغتصب على مرأى ومسمع من أكثر من مليار مسلم فيهم المال، والمال كثير، وفيهم الإسلام، والإسلام عظيم، ولكنهم استخدموا أموالهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فحقت عليهم كلمة العذاب. أيها المسلمون، نتصالح فيما بيننا، ومن على هذا المنبر ننادي الأمة جميعا: ارحموا أبناء الإسلام، ارحموا المسلمين، فقد قتل الكثير دون هدف شريف يرضي الله تعالى، إنما هو شهوة الحكم والغرض الدنيء الذي يأباه الله تعالى ولا يقبله. فهذه الدماء وما يجري على أرض الإسلام من قتل الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة دون ذنب أو جريرة، فهل هذا من الإسلام؟ وهل هذا مسلم يلقى الله تعالى يوم القيامة ويصوب مدفعه أو بندقيته هنا وهناك ليقتل الرجال الذين يحرصون على أمن بلادنا؟ إنها معارك غريبة ومعارك لا ترضي الله تعالى ولا ترضي أي كائن على وجه الأرض. وكم من بيت يتم أبناؤه ولحساب من؟ وكم من بيت قتل راعيه ومسؤوله لحساب من؟ كم من قتيل بالملايين أو بالآلاف في معارك زادت العدو اغتصابا وشراسة علينا؟ إنه رمضان الذي يصرخ: أيها الصائمون صوموا عن حقدكم، وصوموا عن ضغينتكم، وصوموا عن شركم، فقد انهارت الأمة بهذا السفك السافل الذي لا يرضي الله تعالى ولا يرضي عاقلا أو مجنونا. صوموا، فالصوم جنة أي وقاية وحفظ. إنها لحسرة نذكرها في هذا اليوم ونحن نستقبل رمضان، وحسرة فيها الألم، ولكن لا يمنعنا ألا نيأس من رحمة الله، فبعد الألم يكون الأمل إن شاء الله في جمع شمل الأمة حكاما ومحكومين. وعندما نذكر مأساة قتل الناس على أرض مصر وعلى أرض غيرها، ندعو الله للأمة جميعا أن يرجعها إلى سواء السبيل، وأن يحقق بينها الصفاء والوفاء إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه.